الذي يريد ذرية ماذا يصنع؟ أولا هذا من الله، يعني لست طبيبا، لكن الذي ينتبه للقرآن الآن إلى رسالة لكل عقيم، إن أردت الذرية انتبه للقرآن، انتبه للقرآن. علاج من أراد الذرية أن يلزم المحراب، علاج من أراد الذرية أن يلزم المحراب. قال تعالى: فنادته الملائكة عن زكريا وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. جاء في الأثر أن الملائكة جاءت لتبشر زكريا، فجاءت يمنى يسرى فما وجدته إلا أين؟ في المحراب. فالله عز وجل قال: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. فالشاهد من أمر من أراد البشارة بالذرية فليلزم المحراب، السجود والدعاء. ودليله هذه الآية تنوه ولو من طرف خفي أن البشارة تأتي لمن لزم المحراب، والله أعلم.